بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، النهاردة إن شاء الله معدنا مع الدرس الثاني في حساب المثلثات. عنوان الدرس القياس الستيني والقياس الدائري. إحنا كنا قبل كده في المراحل الدراسية السابقة درسنا حاجة اسمها القياس الستيني، والجديد النهاردة إننا هندرس حاجة اسمها القياس الدائري. القياس الدائري بيخضع للمعلومات اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي. بيبقى عندك دايرة مركزها مين، طول نص قطرها نق، طول القوس ألف ب بيساوي لام. سيتا دي عليها دايرة اسمها سيتا دائري. اسمها ايه؟ سيتا دائري. يبقى مركز الدايرة ميم، طول نص قطر نق، طول القوس ألف ب. سيتا دي اسمها سيتا دائري. سيتا دائري بتساوي طول القوس اهو لام على نق. سيتا دائري مبدئيا كده بتساوي لام على نق. هو ده الجديد بالنسبة لي النهاردة. طيب عناصر الدرس بتاعتي اللي هي خمس عناصر هناخدهم حالا دلوقتي. اول حاجة القياس الستيني اللي احنا درسناه في المراحل السابقة، وده لقانون لما يكون عندك سيتا دائري يعني بالقياس الدائري وتحب تحسب منها القياس الستيني بتطبق القانون ده اللي هناخده بالتفصيل بالمسائل. سين درجة يعني قياس الزاوية بالتقدير الستيني يساوي سيتا دائري يعني قياس الزاوية بالتقدير الدائري مضروب في 180 على باي. طيب وحدة قياس الزاوية في القياس الستيني هي الدرجة، واحنا عارفين ان الدرجة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. طيب القياس الدائري للزاوية، لو عندك زاوية بالتقدير الستيني وحبيت تحسبها بالتقدير الدائري تطبق القانون ده، سيتا دائري تساوي سين درجة في باي على 180، وهقول لك القانون ده ازاي بنستنتجه. طيب وحدة قياس الزاوية في القياس الدائري حاجة اسمها الزاوية النصف قطرية، وهنتكلم عنها حالا دلوقتي. بعد كده عايز اجيب العلاقة بين القياس الدائري والقياس الستيني. احنا تقريبا قلنا القواعد بس هوري لك جت منين. العلاقة بين القياس الدائري والقياس الستيني جاية من النسبة اللي هقول لك عليها دلوقتي. سين درجة على 180 يعني أي قياس زاوية بالتقدير الستيني مقسوم على 180 بيساوي أي قياس زاوية بالتقدير الدائري مقسوم على باي. من هنا لو حبيت أجيب سين درجة يبقى بحاصل ضرب الطرفين في الوسطين، يبقى سين درجة بتساوي سيتا دائري في 180 على باي أهي. طب لو حبيت أجيب سيتا دائري يبقى سين درجة في باي على 180. الملاحظات اللي هقول لك عليها دلوقتي اللي هي وحدة قياس الزاوية بالتقدير الستيني اللي هي واحد درجة، ومعروفة ان الواحد درجة بتساوي 60 دقيقة والدقيقة بتساوي 60 ثانية. اما الزاوية النصف قطرية هي وحدة قياس الزاوية في القياس الدائري، بيسموه واحد دائري او واحد راديان. سيتا دائري انا عارف ان هي بتساوي حالة لسه قايل لك دلوقتي ان هي بتساوي لام على نق، طول القوس على نص القطر. طب لو طول القوس بيساوي نص القطر في الحالة اللي زي دي سيتا دائري بتساوي نق على نق بتساوي واحد دائري. وحالا دلوقتي هنبدأ في حل المسائل التي تتعلق بالقياس الستيني والقياس الدائري. مثال واحد بيقول لي في كل من الدوائر الآتية اوجد المطلوب أسفل كل شكل لأقرب جزء من 10. ندي لك أول مسألة أهي، عايز زاوية ألف ميم ب بالقياس الدائري. انا هقول لك تذكر ان القاعده اللي انا لسه قايل لك عليها حالا دلوقتي ان سيتا دائري بتساوي لام على نق. القاعده دي احنا قلناها في الاول، سيتا دائري بتساوي لام على نق، احفظها. طب هو عايز سيتا دائري، مديك اللام في المساله اللي هو طول القوس اهو ب 8 باي سنتي، مديك نص القطر ب 12. هو عايز قياس زاويه ا م ب، اقول له بما ان قياس زاويه ا م ب بتساوي لام على نق بتساوي طول القوس اللي انت مديهولي ب 8 باي على نص القطر اللي هو ب 12. انت لو عملت الحسبه دي تطلع معاك 2 على 3 باي، على الاله تطلع ب 2 واحد من عشره دائري. طيب هي المساله الثانيه اهي، بيقول لي اوجد طول نص قطر الدائره ميم. المره دي عايز نص القطر، يعني مديلك اللام طول القوس اهو قدامك ب 5 باي سنتي، وكمان سيتا دائري بالتقدير الدائري الزاويه بالتقدير الدائري بتساوي باي على 2. نفس القاعده اللي انا حافظها اللي هي لام اللي هي سيتا دائري بتساوي لام على نق، بس المره دي عايز نق، يبقى اقول له نق بتساوي لام
على سيتا دائري، يبقى طول نص القطر اللي هو نق بتساوي لام طول القوس اللي هو مديهولك 5 باي على قياس الزاوية بالتقدير الدائري اللي هو باي على 2. لما تيجي تجيب خارج القسمة بتاع 5 باي على باي على 2 يطلع ب 10 سنتي، الباي هتروح مع الباي والاثنين تطلع فوق، يبقى 5 في 2 بتساوي 10 سنتي. أما السؤال الثالث الجزئية الثالثة في نفس السؤال فبيقول لي اوجد طول القوس ألف ب الأكبر في الرسمة التي أمامك. من القاعدة اللي أنا حافظها اللي هي سيتا دائري بتساوي لام على نق، المرة دي لام بتساوي سيتا دائري في نق، يعني هو عايز لام. السيتا دائري مديها لي بكام؟ أهي بخمسة، الزاوية دي 5 على 4 باي، ونص القطر مديهولي ب8، يبقى طول القوس الأكبر اللي هو طالبه أقول له سيتا دائري اللي هي 5 على 4 باي مضروب في نص القطر اللي هو 8، الناتج ده يطلع ب 10 باي. ال 4 فيها ال 2 ال 4 فيها ال 1 على 4 فيها ال 2 يطلع ب 10 باي. لو عملت على الآلة مش عايز الناتج فيه باي يطلع 1.31 سنتي، وهو ده طول القوس المطلوب. نشوف السؤال اللي جاي. مثال 2 الجزئية الأولى فيه بيقول لي أوجد لأقرب ثلاثة أرقام عشرية القياس الدائري للزاوية التي قياسها الستيني 75 درجة و32 دقيقة و15 ثانية. هو مديك هنا قيمة س درجة، عايز القياس الدائري. طيب تذكر القانون اللي احنا درسناه أو خدناه إن سيتا دائري بتساوي س درجة اللي هو مديها لي في باي على 180. أهو هقول له بما أن أكتب القانون سيتا دائري بتساوي س درجة في باي على 180. طب انت مديني السين درجة بكام؟ 75 درجة و 32 دقيقة و 15 ثانية مضروبة في باي على 180. لو عملت القصة دي كلها على الآلة تطلع معاك 1.318 دائري، طبعا هو عايزها لأقرب ثلاثة أرقام عشرية، عشان كده أنا خليتها بالشكل ده. نفس السؤال أهو في الجزئية الثانية، في نفس السؤال بيقول لي أوجد القياس الستيني للزاوية التي قياسها الدائري 2.38. تمام، أقول لك افتكر القاعدة إن هي اللي فيها لو أنا عايز أجيب الزاوية بتقدير الدائري لما يكون بالستيني، لما يكون مديني قياسها الدائري اقول له س درجه اهي، مع الحل كتير هتلاقي نفسك حفظت قواعد دي، س دائري في 180 على باي. اخد الزاويه بالتقدير الدائري اللي هو مدهاني اعوض بيها على طول 2.38 في 180 على الباي، اعمل القصه دي على الاله تطلع معايا قياس الزاويه بالتقدير الستيني 136 درجه و 21 دقيقه و 50 ثانية. ونشوف السؤال الثالث. سؤال 3 بيقول لي عين الربع الذي تقع فيه الزاوية الموجهة لكل من الزوايا التي قياسها كالآتي، مدي لك 3 زوايا وعايز الربع الذي تقع فيه كل زاوية من دول. طيب قبل ما اجيب الربع الذي تقع فيه الزاوية تذكر القاعدة اللي انا هقول لك عليها دي، لإيجاد الربع الذي تقع فيه الزاوية نوجد قياسها بالتقدير الستيني. طب هو مديني قياسها بالتقدير الدائري، لا أنا أوجد قياسها بالتقدير الستيني وبعدين أحدد الربع زي ما أنا قلت لك الحصة اللي فاتت. س درجة بتساوي هو مديني الزاوية ب 2.2 بالتقدير الدائري، بقول له 2.2 دائري في باي في 180 على باي، ألاقي القصة دي تعمل معايا في الآخر بعد الحسابات 115 درجة، أهي 115 درجة و44 دقيقة و15 ثانية. لو أنت فاكر من المرة اللي فاتت هذه الزاوية محصورة ما بين 90 درجة و180 درجة، إذن فهي تقع في الربع الثاني. أقول له إن الزاوية اللي هو مدهاني دي س درجة دي اللي هي طلعت لي طلعت محصورة، هي الزاوية دي طلعت محصورة ما بين 90 درجة وما بين 180 درجة، إذن فهي تقع في الربع الثاني. ده لو أنت ذكرت الحصة اللي فاتت.
طيب نشوف اللي بعدها، نفس الفكرة، هي نفس الفكرة اهي، سالب 7.3 دائري، عايزين نشوف الربع الذي تقع فيه. برضو لابد ان انا احولها الاول الى تقدير 60. اعمل ايه؟ اخد الزاوية اللي هو مديها لي، اجيب قيمتها بالتقدير 60، س درجة بتساوي سالب 7.3 اهو حسب القاعدة اللي قدامي، مضروبة في 180 على باي. الناتج ده لما تعمله على الآلة يطلع بالسالب 418 درجة و15 ثانية و33 دقيقة. طبعا أنا عشان أجيب الربع الذي تقع فيه الزاوية يبقى لابد أن تكون بالموجب، أبتدي أضيف عليها مضاعفات ال 360 عشان أحصل على زاوية بالموجب. أضيف هنا، أضيف على الزاوية دي 720 درجة، لأن لو ضفت 360 هتفضل زي ما هي بالسالب. أضيف 720 درجة يعني 360 مرتين، هلاقي الناتج بتاع الزاوية دي طلع لي 301 درجة و44 ثانية و27 دقيقة. ألاقي الزاوية دي اللي هي س درجة اللي طلعت لي دي محصورة ما بين إيه؟ تقع ما بين إيه؟ تقع ما بين 270 درجة و360 درجة. وزي ما أنا قلت لك الفيديو اللي فات إن الزاوية التي تقع ما بين 270 درجة و360 درجة تقع في الربع الرابع. طيب وأنا قايل لك أهو، تذكر أن نضيف 360 أو مضاعفتها للحصول على قياس الزاوية الموجبة. الجزئية الثالثة في السؤال الثالث، عايز الربع الذي تقع فيه الزاوية 5/4 باي. طيب القانون قدامي أهو، س درجة بتساوي سيتا دائري في 180 على باي. هنا طبعا ادي هنا س درجة وهنا لو س درجة، يعني س درجة بتساوي سيتا دائري في 180 على باي، والسيتا دائري بتساوي س درجة في باي على 180. طبعا اطبق القانون ده، اقول له س درجة بتساوي، اشيل السيتا دائري واحط قيمتها، يبقى 5/4 باي في 180 على باي. هلاقي الباي تروح مع الباي، اعمل شوية اختصارات، هلاقي ان القيمة دي طلعت 225 درجة. ال 225 دي لو انت تلاحظ اهي س درجة، هي دي محصورة ما بين 180 درجة و270 درجة، وانا قلت لك المرة اللي فاتت ان الزاوية في الحالة اللي زي دي تقع في الربع الثالث. نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال 4 بيقول لي اوجد طول القوس الذي تحصره زاوية مركزية قياسها 152 درجة و26 دقيقة و17 ثانية مرسومة في دائرة طول نص قطرها 10.5 سنتي مقربا الناتج لأقرب سنتيمتر. يبقى هو عايز طول القوس، الزاوية المركزية اللي هو مديها لي س درجة اهي، وطول نص القطر اللي هو مديهولي اهو. طيب عشان نجيب طول القوس اطبق القاعدة اللي هي بتقول لي لام بتساوي سيتا دائري في نق. طيب هو مديني قياس الزاوية بالتقدير الستيني، يبقى لازم اجيبه بالتقدير الدائري. ابتدي بقى اقول له ان سيتا دائري بتساوي س درجة اللي هو مديها لي اهي، الزاوية بالتقدير الستيني اللي هي 152 درجة و26 دقيقة و27 ثانية مضروبة في باي على 180. واحدة واحدة على الآلة، الآلة هتخلص لك كل ده، تطلع قياس الزاوية بالتقدير الدائري 2 دائري و6605. يبقى أنا كده جبت قياس الزاوية بالتقدير الدائري. أطبق بقى القاعدة اللي بتقول لي لو أنت عايز طول القوس يبقى لام بتساوي سيتا دائري في نق، وأنا عاملها لك أهي في الملاحظات، وقايل لك تذكر أن أنا لو عايز أجيب طول القوس يبقى تساوي سيتا دائري في نق، يبقى لام بتساوي سيتا دائري اللي أنا جبتها اللي أنا حصلت عليها اللي هي 2.6605 مضروبة في نص القطر اللي هو مديهولي اللي هو 10.5. تيجي تحسب الحسبة دي كلها على الآلة تقريبا لأقرب سنتيمتر، تعمل معاك 28 سنتي
وبعد كده نشوف السؤال الخامس. مسألة الخامسة بيقول لي اوجد كل من القياس الدائري والقياس الستيني لزاوية مركزية تحصل قوسا طوله 12.6 سنتي من دائرة طول نص قطرها 7.2 سنتي. طيب بيانات المسألة انا طلعتها لك اهو، هو عايز سيتا دائري وسين درجة، يديني لام بيساوي 12.6 ونق 7.2. اسهل حاجة اجيبها الاول السيتا دائري، لان قانونها بيساوي لام على نق، يبقى سيتا دائري بيساوي طول القوس اللي هو مديهولي اللي هو 12.6 على نص القطر لنفس الدايرة اللي هو 7.2، وبيطلع قياس الزاوية بالتقدير الدائري على الآلة حوالي 1.75 دائري، يبقى ده قياس الزاوية بالتقدير الدائري. تعال بقى ناخد القياس اللي هو بالتقدير الدائري ده اجيب منه القياس بالتقدير الستيني لنفس الزاويه. القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي س درجه تساوي سيتا دائري في 180 على بايت. سيتا دائري انا لسه جايبها حالا دلوقتي اللي هي دي، يبقى س درجه قياس الزاويه بالتقدير الستيني بيساوي 1.75 مضروبه في 180 على بايت. لما تيجي تحسب الحسبه دي، طبعا ما تنساش انا دائري، اما تحسب الحسبه دي على الاله تعمل معاك بالتقدير الستيني 100 درجة و16 دقيقة و3 ثواني. كده خلصنا السؤال الخامس، نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال 6 بيقول لي اوجد محيط الدائرة التي بها زاوية محيطية قياسها 30 درجة يقابلها قوس طوله 5 سم. خلي بالك عشان السؤال هنا في خدعة، لو ما خدتش بالك منها المسألة كلها هتطلع غلط معاك. طيب نشوف الأول اللي هو طالبه إيه؟ هو عايز محيط الدائرة اللي قدامك دي، الزاوية المحيطية اللي هو مدهاني ب 30 درجة، وطول القوس اللي هو لام بتساوي 5 سم. وأنا قايل لك تذكر أن محيط الدائرة من الإعدادية أو من الإبتدائية بتساوي 2 باي نق وحدة طول، ومساحة سطح الدائرة باي نق تربيع وحدة مساحة. وهفكرك كمان بنظرية خدتها في المرحلة الإعدادية بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن قياس الزاوية المركزية تساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس. طب حضرتك بتفكرنا بالنظرية دي ليه يا مستر؟ آه، أصل أنا لما بتعامل في الدرس بتاع القياس الستيني والقياس الدائري ما بتعاملش مع الزاوية المحيطية، بتعامل مع الزاوية المركزية. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، يبقى الزاوية المحيطية اللي هي 30 درجة المركزية بتاعتها 60 درجة ضعفها. يبقى أنا كده جبت قياس الزاوية بالتقدير الستيني المركزية، يبقى س درجة طلعت لي ب60 درجة. تمام كده أنا جبت قياس الزاوية بالتقدير الستيني. أقدر بقى أجيب قياس الزاوية المناظرة لها بالتقدير الدائري، سيتا دائري، قانون أهو قدامي اللي هو بيساوي س درجة في باي على 180. اخد بقى ال 60 درجه اللي انا جبتها دي، خلي بالك الثغره في المساله او التركه في المساله اللي هي حته الزاويه المحيطيه دي، ان المركزيه ضعفها، يبقى س 60 درجه في باي على 180. اما تعمل الشغلانه دي كلها على الاله تطلع بباي على 60 فيها 1 على 60 فيها 3، يبقى سيتا دائري باي على 3. بعد ما جبت الزاوية بالتقدير الدائري وطلعت باي على 3، لازم اجيب نص القطر عشان اقدر اعوض في المحيط على نص القطر. طيب ما انا عارف العلاقة بتقول لي ان نص القطر بيساوي لام على سيتا دائري. طيب اكتبها بالشكل ده اهو، لام على سيتا دائري. طب اللام اساسا مديها لي ب 5 سنتي، وانا طلعت سيتا دائري بباي على 3، لما تقسم 5 على باي على 3 تطلع 15 على باي اللي هو نص القطر. المحيط بقى بيساوي ايه؟ المحيط بتاع الدايره خلاص، ما احنا حافظين القانون من المراحل السابقه اللي هو 2 باي نق، يبقى بتساوي 2 باي في نص القطر اللي انا جبته. انا جبت نص القطر طلع لي ب 15 على باي، يبقى 2 باي في 15 على باي، تروح الباي مع الباي يطلع 2 في 15 ب 30 سنتي، هو ده المحيط. طيب لو كان طلب مني المساحة كنت هعوض في القانون ده اللي هو مساحة سطحها بتساوي باي نق تربيع على أساس إن أنا خلاص جبت نص القطر. نشوف السؤال اللي بعد كده. مثال 7 بيقول لي زاويتان مجموع قياسيهما الدائري 3 وسبع دائري
والفرق بين قياسيهما الستيني 30 درجة. أوجد قياس كل منهما بالقياس الدائري والقياس الستيني علما بأن واي بتساوي 22 على 7. أول حاجة أعملها إن أنا أحول المجموع الزاويتين اللي هو سيتا دائري اللي هو ده، أحوله لتقدير ستيني. أقول له 3 وسبع دائري دي اللي هي 7 في 3 ب 21، 22 على 7 دائري هي تكافئ ال 180 درجة. تعلمها دي بقى، إن قياس الزاوية بالتقدير الدائري 22 على 7 يكافئ التقدير الستيني بتاعه 180 درجة. جت منين يا مستر؟ أصلك لو طبقت القاعدة أهي، س درجة بتساوي 22 على 7 اللي هي سيتا دائري في 180 على باي، ال 22 على 7 دي اللي هي الباي، تروح مع الباي دي تطلع ب 180 درجة، وهفرض إن الزاويتين أ وب، المجموع بقى اللي هو 3 وسبع دائري ده بقى عندي بالتقدير الستيني 180 درجة، يبقى أدي مجموع الزاويتين ب 180 درجة، وهو قايل لي إن الفرق بينهما أهو 30 درجة، الفرق بينهما 30 درجة، كده بقت معادلتين آنيتين أهو يتحلوا مع بعض بالطريقة اللي تريحك. هقول بالجمع دي هتروح مع دي، يبقى 2 ألف بتساوي 210 بالقسمة على 2، يبقى زاوية الألف تطلع ب 105 درجة. لما أجي أعوض في أي معادلة منهم أهي، تطلع زاوية الب بتساوي 180 درجة، نقص منها 105 تطلع قياس زاوية ب بتساوي 75 درجة. كده أنا حصلت على الزوايا بالتقدير الستيني. أقدر بقى أجيبهم بقى بالتقدير الدائري، يعني بقى عندي زاوية أ 105 درجة بالتقدير الستيني وزاوية ب 75 درجة بالتقدير الدائري. تعال نجيب بقى أ دائري، زاوية أ بالتقدير الدائري اللي هو بيساوي أ درجة اللي أنا جبتها أهي في باي على 180. طب الالف درجة بالتقدير الستيني اللي هي 105 في باي على 180. لما تعمل الشغلانة دي على الآلة تعمل معاك 1.83 من 100 دائري. طب هات لي بقى به بالتقدير الدائري، به دائري، انا غيرت لك الرموز عشان احنا مش بنحفظ، سوي به درجة في باي برضو على 180، نفس القانون، احنا كده فهمنا بيتطبق ازاي. طب به درجة ازاي بالتقدير الدائري به دي بالتقدير الستيني طلعت 75 درجة، هضربها في باي على 180 قم تطلع بالتقدير الدائري 1.31 من 100 دائري. وخلي بالك منها المسألة دي عشان مسألة مهمة جدا. المسألة رقم 8 برضو من المسائل المهمة جدا، بيقول لي في الشكل المقابل عندك ألف ب وألف جيم ممثال للدائرة ميم التي مركزها ميم يعني، والتي طول نص قطرها 6 سنتي. فإذا كان ألف ميم ب 12 سنتي، أوجد طول القوس ب جيم الأكبر اللي هو ده أهو، اللي هو ده لأقرب عدد صحيح. أنا أقول له أهو أدي المسألة قدامي أهي، أقول له بما أن ألف جيم مماس للدائرة أهو، بما أن ألف جيم مماس للدائرة اهو، الف جيم مماس وميم جيم نص قطر، يبقى على طول الزاويه دي 90 درجه. اقول له بما ان الف جيم مماس للدائره، اذا ميم جيم عمودي على الف جيم، ويبقى ده معناه رياضيا ان قياس زاويه الف جيم ميم بتساوي 90 درجه. طيب بص بقى معايا في مثلث الف ميم جيم اهو، هتلاقي ان قياس زاوية ألف جيم ميم دي بتسعين درجة، وهتلاقي كمان ان ميم جيم بستة سنتي نص ألف ميم اللي هو باتناشر سنتي. ده معناه ايه؟ معناه ان المثلث ده بيقولوا عليه تلاتيني ستيني، يبقى قياس زاوية جيم ألف ميم اللي هي دي بتلاتين درجة، يبقى قياس زاوية جيم ألف ميم دي بتلاتين درجة، يبقى فاضل الزاوية دي تطلع بستين درجة، ودي الزاوية المركزية اللي أنا عايزها أو يعتبر نصها. طيب نقول له إيه بقى الكلام ده؟ أنا قلت إيه؟ نقول تاني بالراحة، بما أن قياس زاوية ألف جيم اللي أنا وريتها لك على الرسم بتساوي تسعين درجة، وميم جيم بتساوي نص ألف ميم، يبقى إذا
نقدر نقول ان قياس زاويه ج ا م، قياس زاويه ج ا م اللي انا وريتها لك على الرسم هوريها لك تاني، بتساوي 30 درجه. ويبقى كمان قياس زاويه ا م ج بتساوي 60 درجه اهي. يبقى الكلمتين اللي احنا قلناهم دول اللي هم ايه يا مستر؟ اللي هم ان قياس زاويه الزاويه دي اهي ب 30 درجه اللي اسمها ج ا م، والزاويه دي ب 60 درجه. طب تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان م ا اهو ينصف، اهو م ا ينصف زاويه ب م ج، ينصف زاويه ب م ج، يبقى نقدر نقول ان الزاويه دي كمان 60 درجه. خلاص نقول له الكلام ده كتابه، اقول له بما ان م ا ينصف زاويه ب م ج اللي انا لسه موريها لك على الرسم دلوقتي، اذا قياس زاويه ب م ج على بعضها، اذا قياس زاويه ب م ج على بعضها بتساوي 120 درجه. كده نقدر نجيب المنعكسه ولا لا؟ طب هي فين يا مستر المنعكسه؟ اهي هوريها لك. احنا كده جبنا الزاويه دي اهي، طلعت لي 120 درجه دي. اقدر اجيب المنعكسه اللي هي دي اللي تقابل القوس الاكبر اللي هو عايزه. عشان كده نقدر نقول ايه؟ اذا قياس زاويه ب م ج المنعكسه بتساوي ايه بقى؟ قياس زاويه ب م ج المنعكسه تساوي 360 درجه. يبقى قياس زاويه ب م ج المنعكسه اللي انا وريتها لك تساوي ال 360 درجه، لان انا عارف ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه بيساوي 360 درجه. تساوي 360 درجه ناقص ال 120 اللي انا حصلت عليها، قوم تطلع قياس زاويه ب م ج المنعكسه ب 240 درجه التي تقابل القوس الاكبر اللي هو عايزه. 240 درجه دي تعتبر قياس الزاويه بالتقدير الستيني، كان دي س درجه. دلوقتي بقى انا عايز اجيب اهي الزاويه دي طلعت لي ب 240 درجه، اهي الزاويه دي طلعت لي بالتقدير الستيني ب 240 درجه. عايزين نجيب بقى طول القوس الاكبر ب ج، يبقى لابد ان انا احولها الاول لتقدير دائري وبعدين اشتغل على القاعده بتاع طول القوس. طب كده نقدر نقول بقى ان سيتا دائري، اهي ندخل بقى نجيب السيتا دائري هنا. سيتا دائري بتساوي ايه؟ السيتا دائري بتساوي س درجه اللي انا حصلت عليها اللي هي دي، سيتا دائري بتساوي س درجه اللي هي 240 درجه في، شايفينها؟ ارفع الورقه شويه ماشي، في ايه؟ في باي على 180. تطلع الزاويه دي بالتقدير الدائري 4 على 3 باي، الكلام ده بيساوي 4 على 3 باي. يبقى ده قياس الزاويه المنعكسه بس بالتقدير الدائري. طب انا عارف بقى القاعده بتاع طول القوس بيقول لي ايه؟ طول القوس لام، انا عارف القاعده لام بتساوي سيتا دائري في نق. كلنا خلاص كده اخر الدرس، اخر مساله دي حفظنا الدرس، يبقى لام بتساوي سيتا دائري في نق. اللام بقى اللي هو ده اللي هو طول القوس الاكبر بتساوي سيتا دائري اللي هي 4 على 3 باي في نص القطر اللي هو مديهولي اساسا ب 6 سنتي. لما تحسب الحسبه دي على الاله هتطلع معاك 8 باي، لو عايز تكتب الاجابه من غير باي تطلع معاك 25 سنتي. وبكده يبقى خلصنا الدرس الثاني، والى اللقاء في الدرس الثالث.